جدا أجواء مثالية جدا كما يقال. جو كورة اليوم، كل شيء من حولي يشعرني بمشاهدة مباراة ممتعة. بقي على الفريقين أن يقدما أداء ممتعا كبيرا مذهلا في هذه الليلة وفي هذه الأجواء وفي هذا الحضور الجماهيري وفي هذا الحماس، وبطبيعة الحال كل شيء أصبح جاهزا من أجل مباراة ممتعة ومثيرة ومليئة بالدراما الكروية والشغف. هنا جماهير بايرن ومعقل الكبير والجميل ملعب إلياس زارينا، تحفة معمارية بأتم معنى الكلمة، واحد من أفضل ملاعب أوروبا على الإطلاق. لحظات قليلة مرت على انطلاقة المباراة. يحصل عليها غوريتسكا، كرة لم تبعد بالشكل المطلوب، لا زالت خطيرة. الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ. وأجمل بينية، كرة مقطوعة بامتياز، بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. يلعب كرة بينية طويلة، سولي يبعد الكرة. ركنية جديدة، كانت خطيرة، دفاع رائع اليوم. مولر، خافي مارتينيز، إمكانية مرتدة الآن. مولر يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. اليوم الهجوم محاصر في مصيدة التسلل. بافار، لوكاس هرنانديز، غوريتسكا، هجمة مرتدة الآن، مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم. كرة تمر بسلام على المدافعين. مولر، تعود الكرة إليهم مرة أخرى. اليوم الأداء الدفاع غير عادي، مباراة كبيرة تحسب للمدافعين. توماس مولر، غوريتسكا، كرة على الجانب، ألابا، وتخرج الكرة إلى رمية جانبية. أبعدوها، غوريتسكا، كرة كانت خطيرة جدا لكنه نجح في مواجهتها بشكل جيد. يمر يلعب كرة بينية، تلعب الكرة إلى الأمام، غوريتسكا، روبرت ليفاندوفسكي، كينغزلي كومان، يلعب كرة بينية، لعب في الأمام في مكان التسلل.
الآن إمكانية المرتدة. غوريتسكا مولر مولر يرتكب مخالفة واضحة جدا. رمية جانبية إذن. كينغزلي كومان عدت الكرة. أعتقد أن اللاعب كان متقدم. نعم تسلل موجود. يتعامل مع الكرة بلا أي تعقيدات. رامية جانبية لم تنفذ بشكل مطلوب. مولر ليفاندوفسكي روبرت ليفاندوفسكي وستكون هنا رامية تماس. لوكاس هرنانديز يبعد الكرة عن مناطقه. خسر المواجهة أمام خصمه. كينغزلي كومان مولر لمسة بينية. ليفاندوفسكي قراءة ممتازة من الدفاع. يحاول تمريرها من بين المدافعين. يبعد الكرة بعيدا عن مناطق الخطورة. ليفاندوفسكي يلعبها طويلة. كرة ملعوبة إلى غوريتسكا. رمية جانبية. ليفاندوفسكي مساعد الحكم يعلن عن حالة تسلل. وهذه رمية جانبية. تشتيت الكرة. اعتراض في وقت مثالي. أداء دفاعي كبير في مباراة اليوم. يحاول أن يلعب كرة بينية. تصرف بشكل جيد. نجح في إبعاد الكرة تحت الضغط. غوريتسكا تمريرة جميلة. كرة لا تصدق. لوكاس هرنانديز يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم.
ليفاندوفسكي يستعيدها كينغزلي كومان. بواتينغ في المكان المطلوب للتغطية بشكل صحيح، ينطلق إلى الأمام بسرعة، لمسة بينية، مرت الكرة، فرصة، يحاول أن يسدد الكرة من هنا، كرة في الشباك. كرة لا يمكن أن تضيع. التقدم في هذه اللحظات بهدف مقابل لا شيء. كرة طويلة للأمام، الكرة المعتادة، الدفاع القوي جدا، الكرة ملعوبة من مسافة. الله على هذه المهارة، جميلة جدا الكرة الأخيرة. كومان يستعيد الكرة مرة أخرى، كينغزلي كومان يتسبب في خطأ. بايرن ميونخ يحصل على الكرة مرة أخرى. يستعيد الكرة بسرعة، يمر ويلعب كرة بينية، يحاول تمريرها من بين المدافعين، واللاعب والحكم الثاني يقول تسلل. وصلنا الآن إلى منتصف المباراة، نتيجة أسعدت اللاعبين بالتأكيد أيضا المشجعين، هل ينجحوا في المحافظة على هذه النتيجة؟
مستعد مشاهدينا الكرام لشوط المباراة الثاني. بايرن ميونخ يغير كل شيء في هذه المجموعة بهذا الهدف. كينغزلي كومان، كينغزلي كومان، الكرة القريبة لكنها لم تسجل، وللأسف في كرة القدم لا مجال لاحتساب الكرات السانحة للتسجيل. يلعب كرة بينية، أعتقد أنها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم مباراة، يطلق صافرته. نعم، يخلص الكرة عن مناطق الخطر، نجحوا في تخليص كل الكرات، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. مرت الكرة بشكل جميل، كرة اجتازت الخط، حاولت هنا رمي التماس. ويلعبها للجانب الآخر من الملعب، يتدخل لينهي الهجمة قبل أن تشكل خطرا على فريقه. يمر ويلعب كرة بينية، بلوك دفاعي قوي في مباراة اليوم، لمسة بينية. الآن الكرة إلى ضربة ركنية، غورتيسكا يحاول مرة أخرى، الكرة في الشباك، هدف. هدفين مقابل لا شيء، واضح جدا للجميع بصراحة مجريات هذه المباراة، تقريبا يمكن القول أنها في اتجاه واحد. يحاول أن يلعب كرة بينية، ولا يزال يحاول، مستمر في التقدم إلى الأمام، موجود إبعاد الكرة. توماس مولر يحاول تمريرها من بين المدافعين، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. لوكاس هرنانديز يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية، يبحث عن زميله. أي دفاع عن هذا؟ أي قوة؟ أي صلابة؟ أي جدار عن هذا؟ ليفاندوفسكي، كيميتش، كرة طويلة إلى الأمام، كرة طولية في المساحة الخالية، كيميتش، سولي، ألابا، ضغط قوي وينجح في استعادتها، لمسة بينية. كرة طولية للمنطقة الأمامية، سولي، الله ما أجمل هذه الكرة، ملعوبة إلى الأمام، يحتسب الحكم ركلة حرة. يلعبها طولية، كومان، مولر، الله على الكرة جميلة، كينغزلي كومان، بإمكانه إبعاد الكرة، يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة. يلعب كرة بينية، والكرة بعد ذلك فيها تسلل.
كلا الفريقان يستخدمان الأوراق المتاحة من على دكة البدلاء من أجل صناعة الفارق. لوكاس هرنانديز يتدخل يبعد الكرة. بواتي لمسة على اليسار. ينجح في بعدها عن مناطق الخطورة. ألابا يحاول أن يلعب كرة بينية. تاكل قوي. يتعامل مع الكرة. تسديدة جميلة. ألابا. الكرة تتحول بعد ذلك إلى ركلية. دوغلاس كوستا والتسلل الآخر. بواتي يبعد الكرة. يا سلام، تمريرة جميلة بذكاء. يستعيد الكرة سريعا. كومان وصلت إليه. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ فرصة هجوم معاكس. الحكم يشير إلى وجود خطأ ضربة حرة. غوريتسكا يلعبها للجانب. يمر يلعب كرة بينية. وستكون هنا رمية تماس. يحاول أن يلعب كرة بينية. كرة لا تمر، تمنع حدوث ربما سيناريو سيكون صعب على الفريق. كرة طولية إلى الأمام. لعبة من بعيد. سانيب يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. يلعب كرة بينية. كرة مقطوعة بامتياز. يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. يلعب كرة طويلة. لوكاس هرنانديز يبعد الكرة عن مناطقه وينجح في استعادة الكرة سريعا. كومان تيميتش يتسبب في احتساب المخالفة. خافي مارتينيز فاتت ومرت وصلت إليه. ضربة من خافي مارتينيز. يا كورة يا إلهي، هدف. ما هذه الكورة، ما هذا الجمال، ما هذا الإبداع. أصبحت الأمور مهيئة إذن لنهاية رائعة. كرة لم تبعد بشكل مطلوب، لا زالت خطيرة. يقطع الكرة إلى خارج
خارج أرضية الملعب، تحولت إلى رمية تماس. ديفيس، مرور جميل من المدافعين وانطلاقة على اليسار. لمسة بينية، قد تكون هذه فرصته. ركنية في لحظات حرجة من المباراة. يحاول تمريرها من بين المدافعين، يستمر في الانفراد أمام حارس المرمى. تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. نذكر مشاهدينا أن الفريق يلعب ناقص لاعب بعد طرد. بواتي يلعب كرة بينية، كرة إلى الأمام. تخرج الكرة إلى رمية جانبية، يرسلها بعيدا عن مناطق فريقه. يحاول الاستفادة من زميله في جانب الملعب، يبعدونها. يطلق الحكم صافرة معلنا نهاية المباراة. مباراة كبيرة مثيرة جدا، حسمها في الأخير الفريق الأفضل. هذا ما يحب أن يشاهده الجمهور بالتأكيد، الرغبة الهائلة في تحقيق الفوز، الروح القتالية، الإصرار، المستوى العالي، الفرجة، المتعة، اللمسات، الكعوب، المهارات، الكورة، المتعة، الأداء الرائع. هذه الأشياء نحب مشاهدتها، هذه الكرة نحب أن نعلق عليها، هذه اللقاءات نريد حضورها ولا نريدها أن تنتهي.